مرحبا في وقت القصة. شهر يوليو هو شهر يكرم فيه الكثير من الناس شخصيات تاريخية واحتفالات الذكرى السنوية لها علاقة بالتحدث عن حقوقنا وحقوق الآخرين. يوم الصداقة العالمي أيضا يصادف شهر يوليو تكريما للمواقف التي نتخذها لمساعدة الآخرين والأصدقاء والصداقات التي نكونها على الطريق. سنقرأ كتاب بعنوان قل شيئا. العالم يحتاج صوتك. صوتي؟ نعم صوتك. انطلق، ليس عليك من المثالية طالما أنها من قلبك. ليس عليك أن تكون صاخبا، الكلمات القوية قد تكون همسات. يمكنك أن تقول شيئا بعدة طرق، بالكلمات والعمل والإبداع. إذا رأيت شخصا وحيدا قل شيئا بمجرد التواجد من أجلهم. إذا رأيت لوحة فارغة قل شيئا باستخدام الفرشاة. إذا رأيت قطعة أرض فارغة قل شيئا عن طريق زرع بذرة ومشاهدتها تنمو وتتفتح. إذا رأيت شخصا يتأذى قل شيئا بإظهار شجاعتك. مهلا، توقف. إذا رأيت شيئا جميلا قل شيئا عن طريق قصيدة من الشعر. مرج ملون يتناثر فيه قوس قزح. إذا كانت لديك فكرة رائعة قل شيئا بثقة. يوريكا. إذا كنت تريد أن تظهر للعالم من أنت قل شيئا بأناقة. تدا. إذا كنت غاضبا قل شيئا لمساعدة الناس على الفهم. لقد جعلتني أشعر بأنني غير مرئي. هذا مؤلم حقا. أنا آسف حقا. إذا رأيت ظلما فقل شيئا بسلام. لا مزيد من إيذاء الناس. السلام. ألهم الآخرين لفعل ذلك. في بعض الأحيان ستقول شيئا ولن يستمع إليه أحد، لكن استمر في قول ما في قلبك وستجد أيضا من يستمع إليك. استمر في قوله وقد تتفاجأ عندما تجد العالم كله يستمع إليك. إذا كنت ممتنا لكونك على قيد الحياة قل شيئا للنجوم بهدوء للكون. يجد بعض الأشخاص قول شيء أنه من الأسهل عليهم بعكس غيرهم من الأشخاص، لكن كل شخص لديه ما يقوله. لذلك عندما تكون جاهزا قل شيئا. يمكن أن يلهم صوتك ويشفي ويحول. يمكن صوتك أن يغير العالم. هل أنت مستعد لقول شيئا؟